بسم الله وعلى ملة رسول الله. بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله وعلى شرك وخلف الدنيا وأظهره وافتقر وتارة بالفناء وتارة بالهلاك وتارة بالوفاة. ومن ذلك أيها الإخوة قول ربنا عز وجل مخاطبا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قال في حقه: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقوله عز وجل أيضا مخاطبا سيد الأنبياء والمرسلين قال في حقه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال عز وجل حاكما على كل المخلوقات بالهلاك فقال سبحانه: ولا تدعوا مع الله إلهنا آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. إذن أيها الإخوة الكرام أيها الأحباب هذه الرحمة آمين واجره اللهم من عذاب القبر وعذاب النار بعفوك. آمين اللهم اغفر له ما قدم وما أخر وما أسر وما أعلن وما أنت أعلم به منه يا حي يا قيوم يا حي يا رب فرض الله من العبيد. وقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. فمن أراد النجاة في الدنيا قبل الآخرة فما عليه إلا أن يعمل خيرا ويفعل الخير ويموت على الخير لكي يجد خيرا بعد ذلك. لا أطيل الكلام أيها الإخوة، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.